الموجز التربوية، أهلا بكم. أصدرت وزارة التربية نتائج مفاضلتي معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية في المحافظات للعام الدراسي 2019-2020، ودعت الوزارة الطلاب الناجحين إلى استكمال إجراءات القيد والقبول في المعهدين المذكورين حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في 19 من كانون الأول القادم. أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العال نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة دورة أيلول 2019 لطلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية. وأشار المركز إلى إمكانية الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعد النجاح في الامتحان الموحد شرطا للتخرج والحصول على علامة 60%، شرطا للتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا. ختام الموجز بأمان الله.